بسم الله. يعني ايه ساينس؟ طبعا درست الساينس من فتره وعارف ان الساينس دي كلمه معناها او بيكون فيها برانشز كتيره جدا. عندنا البرانشز بيبقى كيمستري، وعندنا فيزيكس، وعندنا بيولوجي، وكمان عندنا جيولوجي. ان شاء الله الترم دوت عندك 3 يونتس. اول يونت بتتكلم على الكيمستري، تاني واحده او اليونت 2 هيتكلم على الفورس اند موشن، واليونت 3 هيتكلم على الايرث اند يونيفرس. الايرث اند يونيفرس دي جيولوجي، والجيولوجي دي ليها علاقه بالايرث. ان شاء الله تكبروا كده وتبقوا في ثالثه ثانوي وتاخدوها بشكل اوسع طبعا. وكمان الفيزيكس معانا، ومعانا الكيمستري. فهنا اصلا البرانشز متنوعه جدا، فانتوا هتحبوها جدا ان شاء الله. بس عايز اكد على معلومه، اليونت 1 اللي هي الكيميكال رياكشنز دي مهمه جدا جدا جدا، مهمه ليك بعد كده. لو انت قدرت تفهمها وتذاكرها معايا اول باول، انت خلاص الكيمستري بالنسبه لك هتبقى حاجه سهله جدا. طب لو انا بقى كسلت وما بقتش شاطر ومش بركز ومش بعمل الواجب، لا هتحس بمشكله كبيره جدا. المشكله هتكمل معاك السنين الجايه. تعالى كده نتكلم مع بعض على يونت 1 وهي الكيميكال رياكشنز. طبعا درسنا الترم اللي فات وعارفين الالمنت، وانت عارف ان الالمنتس دي بتتكون من ايه. وايه تاني؟ يلا مولكيول. يا مولكيول، يبقى الالمنت بيتكون من المولكيولز، والمولكيول بيتكون من الاتومز. يا بالظبط كده. عرفنا طبعا ان الاتومز بيبقى جواها بروتون والنيترون، وبيلف حواليها الالكترون. فاكرين الحته دي؟ ايوه تمام. ايوه ماشي. طيب تعالى كده نفتكر ونقول مع بعض، هل بقى احنا عندنا 1 element ولا 2 element ولا 3 elements ولا لا يا مس؟ ده احنا عندنا elements كتيره جدا. اكيد يا مس عندنا elements كتيره جدا. اول 100 يا مس. يا 118. يا اكسلنت. يا وي ويل هاف 118 element. عندنا 118 element. طيب elements دي بقى هيبقى من السهل علينا ان احنا ناخد الالمنتس دي كلها، ولا لازم نعمل لهم كلاسيفيكيشنز؟ انتوا ايه رايكم، ندرس الالمنتس كلها كده بشكل عشوائي، ولا لا لازم نعمل كلاسيفيكيشنز للالمنت؟ كلاسيفيكيشن. اه طبعا لازم نعمل كلاسيفيكيشنز. يا تعالوا نشوف كده هنعمل كلاسيفيكيشن ازاي. قلنا هنقسم الالمنت بتاعتنا ل 3 تايب. ل 3 تايبس. اول حاجه هيبقى عندنا الميتلز، بعد كده عندنا في السكند النون ميتلز، وفي الثيرد عندنا النوبل جازس او الانرت جاز. طيب عايزين بقى تعرفوا مين الساينتست اللي عمل لنا كلاسيفيكيشن للالمنت، ولا مش عايزين تعرفوا؟ عاوزين يا مش اكيد. اه طبعا اللي هو بارزيليوس. يا بارزيليوس دوت الساينتست او الفيرست ساينتست هو كلاسيفايد المنت ميتلز اند نون ميتلز. يبقى هنا لازم تعرف ان النمبر اوف المنت 118. نمبر 2 لازم تعرف ان احنا لازم نعمل كلاسيفيكيشنز للالمنت اللي هم ثلاث حاجات، الميتلز والنون ميتلز والنوبل او الانرت جاز. مين الساينتست اللي ساعدنا وعمل لنا كلاسيفيكيشنز يا مس؟ هو بارزيليوس. في مشكلة أو في حد مش فاهم النقطة دي؟ لا. تمام، يبقى مين الشاطر اللي يقول لي يا ترى النمبر اوف المنت قد ايه؟ انا عارف يا مس. يلا بسرعة هتقول ايه؟ 100. 100.
يا برافو اياد. مهند، قلنا بقى مين الساينتست هو كلاسيفايد المنت تو ميتلز اند نون ميتلز. مهند مين ساعدنا وعمل لنا كلاسيفيكيشنز؟ نعم مش عارفها بصراحة. لا انا مش سامعك كويس على فكرة. مش عارفها مش مش عارفها. طيب حد يا شباب يعرفها يقولها لزميلكم؟ انا المس، انا مس، يلا انا يا مس ياسين. برزيليوس. يا بارزيليوس. يبقى تخلي بالك يا مهند ان الساينتست اللي عمل لنا الكلاسيفيكيشن كان بارزيليوس، وعمل كلاسيفيكيشن لميتلز اند نون ميتلز. يبقى يا مهند تقدر تقول لي بقى مين الساينتست اللي عمل كلاسيفيكيشنز؟ بارزيليوس. يا بارزيليوس. طيب مين بقى شاطر يقدر يديني اكزامبل على الالمنت؟ الالمنت ده زي ايه في حياتنا؟ الاير. زي الاير. تعالوا كده. والجولد. يا والجولد والكوبر. والكوبر. يا اكسلنت. بصوا بقى، اول حاجه هنتكلم على الميتلز. مس، هو انا ازاي هقدر اميز ما بين الميتلز والنون ميتلز والانرت جاز؟ والله لازم تعرف ان الالمنت دايما هتلاقي اللي هو الانرجي ليفلز بتاعته اخرها 1 او 2 او 3. ازاي؟ عايزه حد شطور كده يعمل لي كونفيجريشن للان اي 11. انا مش اقدر اعمل. طيب يلا يا اياد، ان ايه 11 هتعملها ازاي؟ ان ايه مش في الكي 2 كي. واللي بعديه ايه؟ واللي بعديه واللي في الاخر 1، وهيبقى الرياكشن هيبقى ان اكتف. لا هو اكتف، خلي بالك بس لحظه كده. اكسلنت. انا قصدي اكتف. يا اكسلنت. يبقى اول نقطه ال ان ايه 11 هنعمل لها الكونفيجريشن، هيبقى الكي بال كي ب2 والال ب8 والام ب1. لو احنا جينا بصينا على الاوتر انرجي ليفل اللي هو دوت الاوتر موست انرجي ليفل هنلاقيه ب1. واحنا بنعمل كونفيجريشن لو النهايه 1 او 2 او 3 يبقى اذا هي ميتلز. طيب عايزه مين بقى؟ عايزه هاله. هالة ولا حالة؟ حالة؟ سامعاني؟ طيب زياد، ممكن تعمل لي كونفيجريشن لي الام جي 12؟ في الكي ليفل هتبقى 2، يا الكي 2. والال هتبقى 8، والال هتبقى 8، والام هتبقى 2. اكسلنت. لو شاطر بقى تقول لي دي بقى ميتلز اور نون ميتلز. ميتلز. يا ميتلز. عرفت ازاي؟ عشان اساسا الام جي دي مغنيسيوم مستقيم. هي المغنيسيوم، بس عايزه اكد على نقطه عشان تبقى بس ينفع اقولها تقول تمام. قولها لحظه، قولها ان الاوتر موست بتاعها بيكون اخره 2. يبقى الاوتر موست انرجي ليفل 2. المس قالت لو الاوتر موست 1 or 2 or 3 الكترون يبقى اذا هي بتبقى ميتلز. طيب عايزه حد شاطر يقدر يعمل لي كونفيجريشن ل AL13. زياد انت ايمن جنبك صح؟ طيب خليه يعمل كونفيجريشن معايا. ماشي.
ماشي. يلا يا روحي. الكي تبقى تو والتي تبقى ايه، والام تبقى ثري، ثري تبقى دي اكتيف. هتبقى اكتيف اكيد. برافو عليك. طيب مين شاطر اللي يقول لي بقى ميتلز اور نون ميتلز؟ يا ميتال. يا ليه بقى ميتلز؟ عشان اوتر موست بتاعتها 3 موست. يا عشان الناس قالت لو الاوتر موست 1 اور 2 اور 3 يبقى اذا هو بيكون ميتلز. تمام. تعالوا كده نشوف مع بعض البروبرتيز اوف ميتلز. اول خطوه او اول حاجه عرفناها انه اكيد they are element which contain less than 4 electron، يعني هيبقى عندها 1 or 2 or 3 in the outermost energy level. يبقى في الاوترموست هيبقى عندي 1 or 2 or 3 دوت هيبقى metals يابس. طيب تاني حاجه الميتلز، هو يا ترى بقى الميتلز دي بتبقى solid or liquid or gases؟ All of them solid except mercury. Yeah. كلهم أو all of them بيبقوا solid لأن هي أصلاً عبارة عن الكبر، عبارة عن الأيرن، والجولد كمان، فدي كلها بتبقى اللي هي solids except mercury. المركري هو الوحيد اللي بيكون liquid metallic element. علشان كده بيجي أسئلة كتيرة جدا عليها في الامتحان، يقول لك ممكن مثلا يقول لك true or false all metals all metals are solids، كل الميتلز بتبقى solids true or false. يا أكيد false يا مس. إزاي بتقولي كده؟ لأن إحنا عندنا الميركري والميركوري بيبقى ليكويد، صح كده؟ صح. تمام. طب مس ينفع تسأل مس؟ نعم حبيبي. ينفع أسأل سؤال برضو؟ اه اتفضل. هو في ميتال برضو بيبقى ليكويد غير الميركوري؟ لا، هو بس الميركوري ده الوحيد اللي بيكون ليكويد. طب